هتفضلي قاعدة كده كتير ولا ايه؟ قومي يلا، النسوان تحت عايزين حاجات كتير قوي. انا ما فاضياش. بنيم عبد الحكيم. عبد الحكيم مات الله يرحمه، بس لسه ولده حفيده في الدنيا، اسمه هيبقى باقي وعالي ومش هيتنسي. قومي روح امك يدك الا وعزه جلاله اللي اكتر حالك. تقطعي ايد مين يا خدامه انت؟ كلنا هنا خدامين البيت الكبير، وبعدين انا ما فاضياش. انا بنيم ولد الغالي البكري، الحفيد اللي شافته عن جد الله يرحمه، واللي شاله بيده، واللي حسن عمره ما هينسى ان ولده مني هو اللي جده بس في جبينه، هيبقى هو اللي على الحجر. شكلك مش واخده بالك انت ايه يا مفيد. انا مرت حسن والد عبد الحكيم. بقولك ايه، هو انت يا مفيده متاكده ان الواد ده ابن حسن؟ نعم. اصل انا بصراحه مش داخل دماغي الحكايه دي خالص. حسن الموضوع في ايه؟ قومي يا روح امك، قومي شوفي الناس اللي تحت عايزه ايه. يلا. قومي يا بنتي يلا. قاعد هنا بتعمل ايه؟ كويس انك جيت. خير؟ انا خايفة، قلبي مش مطمن. في ايه مالك؟ ريتال، انا مش عايز اسمع ولا كلمة، ومن هنا ورايح لا عايز اسمع لا منك ولا منها اي شكوى. كل واحدة فيكم تحط لسانها في خشمة، وتعرف انها في البيت ده زيها زي الكرسي اللي قاعدة عليه. طب مش تسمعني لو مش عايز اسمع حاجة. قلت دي جات هنا، امور الحريم دي تصفوها بينكم وبين بعض. مش عايز اسمع شكوى من اي واحده فيكم، واللي هتشتكي هطلقها. انت هنا يلا عشان الناس اللي تحت. وعبد الحكيم قولي شمس تقعد بيه. ايوه شمس تقعد بيه، لكن الخدامه هي اللي تنزل تخدم وتخدم على الحريم، مش كده؟ كلمه تاني هتاخدي بعضك وتطلعي بره البيت، ومش هشوف وشك هنا تاني. من هنا ورايح اللي اقوله تنفذيه من غير ولا كلمه، وانا مش هعيد الكلام ده تاني. ايه اللي وداك المفيدة؟ ريتال، لو سمعت انك رحت المفيدة تاني او اتكلمت معاها يبقى انت اللي نهيتي اللي بيني وبينك. لحقت تسخنك عليا؟ سمعت انا قلت ايه؟ تقومي تنزل يدك في يدها وتشوفي طلبات الناس اللي تحت. فاهمة؟ فاهمة يا حسن.